الحروب والكوارث تسببت في الكثير من المشاكل، تسببت في تشريد العديد من الأطفال بين لاجئ ومشرد. وتقرير اليونيسف يؤكد أن هناك أكثر من 80% في العالم بين مشرد ولاجئ من الأطفال. يجب أن نقف معهم، يجب أن نقدم لهم يد العون. كل ذلك سوف نتعرف عليه أكثر وأكثر لاحتياجاتهم من خلال مؤتمر ومعرض ديهاد للإغاثة والتطوير 21 مارس إلى 23 مارس.